وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة الخبير الأمني والاستراتيجية اللواء متقاعد محمود زاهر. لواء زاهر، كما تعلم ويعلم الجميع بأن جهاز المخابرات القطري يعمل على خطين متوازيين هما دفع الرشاوى للأحزاب وأيضا التنسيق مع قناة الجزيرة لنقل الفوضى المفتعلة في عدد من الدول المستهدفة. أنتم كيعني عسكريين، ما تعليقكم أو رأيكم حول ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ما نقدرش نعمل عملية ربط بين التجسس أو الاختراق أو الأسلوب الفاشل في إفشاء المعلومات من خلال قطر وتسريب الماليات للأحزاب لدعم ما هو على الأرض في البحرين من ترويع أو من نزعات. هنا لما نتكلم على جهاز قطري يبقى بنتكلم على حتمية وجود التأسيس الكامل للجهاز ثم التأسيس من خلال الأفراد واختيارهم وكيفية عملهم. إن يحصل كونكشن أو يحصل نوع من الاختراق من قطر من خلال علاقات عربية وديدة، يبقى أنا عندي ثغرة اختراق أمنية في الأجهزة هنا، علي أحتاط ليها تماماً وأرجع لجهازي وأعمل تنقية على الأفراد وعلى الأسلوب وعلى أدوات الاتصال المعلوماتية. نعم. هنا نستطيع أن احنا نضبط العمل المخابراتي بعيد عن العلاقات وبعيد عن المشاحنات. طيب. أما بالنسبة لقطر فهي معروف توجهها من منشأها، وحضراتكم كمنطقة خليجية تعلموا ما هي قطر أكثر من أي حد آخر. نعم. نشأتها نشأة مزدوجة ما بين الإخوان المسلمين والتعامل مع إسرائيل والتبعية الخارجية ضد المنطقة بدافع أطماع شخصية وتكبير الصغير والنظر للكبير وعدم احترامه والطمع فيما يمتلك من كبير. نعم. سيادة اللواء، إذن هناك تصريح لمؤسس المخابرات القطرية اللواء محمد منصور وهو مصري الجنسية، قال بأنه كان يتم الاستعانة ببعض الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالأجهزة الأمنية لتنفيذ أعمال إرهابية. ألا يدل ذلك على وجود خلل في نظام عمل جهاز المخابرات في الدوحة؟ بالضبط، حضرتك حطيت إيدك على الحتة اللي احنا أشرنا إليها. نعم، هناك خلل في عمل جهاز المخابرات أو نوع احنا بنسميه نوع من الاختراق، وده لا يأتي إلا من خلال العناصر البشرية العاملة في جهاز المخابرات. ده بالإضافة لو كنا متأكدين من أن السيستم بين السيكتور الخاصة بهذا الجهاز وتداول المعلومات بينها واستقصاء المعلومات وحفظها وتأمينها ثم استخدامها ما حصلش فيه أي نوع من الخطأ، يبقى الخطأ هنا خطأ بشري. أما إذا كان الخطأ مزدوج في السيستم وفي الأفراد، ده بيتم ليه عملية إعادة كاملة لجهاز المخابرات. نعم. إذا من القاهرة الخبير الأمني والاستراتيجية لواء متقاعد محمود زاهر، شكرا جزيلا لك.